مركز الفشن في محافظة بني سويف بيعاني من مشاكل كتير. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع جمعية الأرمان قدرنا نوزع 100 راس من الماشية على السيدات الفقراء والأرامل والمحتاجين. نشوف التقرير. اتصلت برنامج واحد من الناس وحوالي جمعية الأرمان وسلموني النهاردة جاموسة عشان أقدر أصرف بيها على أولادي مع جوزي. جوزي أرزقي بيشتغل يعني بالأجرة ومعنا 3 أولاد، سلمونا بجاموسة بناكل منها، بنحلب ولدت وبنحلب منها، بعمل منها سمنة وجبنة، بصرف منها على أولادي، بساعد جوزي يعني في الدخل. فرحانة ومبسوطة وبشكركم وبدعي لكم في كل وقت، بحافظ عليها وبيع منها مثلا سمنة جبنة وكل أولادي منها. دون جاموسة الحمد لله بناكل من وراها عيش. أنا جوزي بيشتغل كده يعني باليومية وعندي عيلين دلوقتي أقدر أصرف عليهم وأعلمهم من الجاموسة. ربنا يقدركم على فعل الخير وربنا يجعله من ميزان حسناتهم وربنا يكرمهم على اللي هم بيعملوه معانا. أعطوني الجاموسة دي أكل منها لقمة عيش وجوزي أرزاقي ومعايا بنتين وبناكل منها جبنة ناكل منها سمنة. طلعنا وتعيشنا يعني. بشكر واحد من برنامج واحد من الناس وبشكر جمعية الأرمان جدا بصراحة وهم يشكروا كثر ألف خيرهم. الحمد لله مبسوطة وفرحانة وكناش نتوقع ان احنا تكبر في حاجة ملكنا. الحمد لله وشكرا لكم، ربنا يجعله يا رب من ميزان حسناتكم وقدركم يا رب على فعل الخير. انا بحمد ربنا ليل ونهار ان انا لقيت حد يديني جاموسة. احنا كنا قاعدين كده واولادي دايرين في الشوارع وكده، الحمد لله تلمنا في البيت دلوقتي الحمد لله. ونشكر اهل الخير ونشكر اللي يعمل خير، يا ريت الناس كلها تبقى تعمل زيهم كده وتعمل خير. النهارده ان شاء الله بالتعاون مع برنامج واحد من الناس دكتور عمرو الليسي بنوزع النهارده 100 جاموسة عشار، وده طبعا بيبقى مشروع تنمية القرى. ده بيبقى المشروع ده للأرملة والفقير والمحتاج وذو الإعاقات، وإن شاء الله النهارده بنقول إحنا مكملين بالنسبة للمشروعات ديت وهنكمل ونكمل إن شاء الله مسيرة الخير والعطاء.